المختلفة في عموم الترابي تخليدا للأسبوع الوطني للشجرة. مفوضية الأمن الغذائي توزع مبالغ نقدية على عدد من التعاونيات النسوية في ولاية جيديماغا. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الولايات. خلدت السلطات الإدارية في ولاية الحوض الغربي فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة بحفل أقيم في المندوبية الجهوية للبيئة بمدينة العيون. المزيد عن هذه الفعالية نتابعه في التقرير التالي. الأسبوع الوطني للشجرة على مستوى ولاية الحوض الغربي بدأت بحفل رسمي أكد خلاله والي الولاية أهمية هذا الأسبوع وما تحظى به البيئة من عناية لدى السلطات العليا في البلد. يشكل الحفاظ على البيئة التزاما قويا لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، وإدراج هذه الإشكالية ضمن المحاور الأولية في برنامج الانتخابي تعهداتي وبرنامج أولويات الموسع في محوره الخامس المركز للحفاظ على البيئة وخلق فرص التشغيل الأخضر والحد من زوال الغابات والاستعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز السور الأخضر الكبير ومكافحة التلوث. العمدة المساعدة لبلدية العيون والمندوب الجهوي للبيئة في ولاية الحوض الغربي أكد أهمية الاحتفالية في تذكير السكان بالحفاظ على البيئة. اختتم الحفل بجولة في عينات الشجيرات التي ستشرع المندوبية الجهوية للبيئة في توزيعها على المؤسسات والمواطنين لغرض غرس أكبر كمية ممكنة من الأشجار في الولاية. وقام الوالي رفقة وفده المرافق بغرس عينات من هذه الشجيرات في مبادئ الولاية إذانا بتعميم الفكرة في باقي المؤسسات في الحوض الغربي. انطلقت اليوم بمدينة كيفا الفعاليات المخلدة للأسبوع الوطني للشجرة، حيث تم غرس عينات من الأشجار في عدد من المؤسسات العمومية. وعيا بأهمية التشجير في هذه الحياة، احتضن مقر المندوبية الجهوية لوزارة البيئة في مدينة كيفا فعاليات الاحتفال بالأسبوع الوطني للشجرة، الذي شكل مناسبة للتأكيد على ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي واستدامته والتوعية بأهمية الشجرة التي تعد مصدر غذاء وعاملا مهما في الحفاظ على المناخ. إن اختيار تخليد الأسبوع الوطني للشجرة هذه السنة شعار لكل مواطن شجرة، يرمز إلى التزام وزارة البيئة التام بوضع حد لظاهرة التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة والزيادة الملموسة في الغطاء الغابوي للبلد، حيث أن هذا الهدف يشكل محورا أساسيا في السياسة العامة للتنمية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني. عمدة بلدية كيفا المساعد أكد خلال احتفالية الأسبوع الوطني للشجرة على أهمية العنصر النباتي ومكانته في مكافحة التصحر والاحتباس الحراري. الفعاليات عرفت تفقد والي الأعصاب والوفد المرافق له مشتلة المندوبية، حيث تم التعرف على عدة أصناف من الأشجار، وذلك قبل إطلاق العمل الميداني بغرس عينات من الأشجار في بعض المدارس والمؤسسات العمومية. حمد المصطفى، قناة الموريتانية، مدينة كيفا. وفي ولاية البراكنة أطلقت السلطات الإدارية صباح اليوم فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة بمشاركة واسعة من هيئات ومنظمات المجتمع المدني في الولاية. هنا في قرية بغداد بضواحي بلدية أخشورقيت، يشرف والي البراكنة محمد السالك على إطلاق الفعاليات الرسمية للأسبوع الوطني للشجرة. هذه الاحتفالية شاركت فيها جموع غفيرة من سكان المنطقة، إضافة إلى عدد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين في المجالات ذات الصلة بالبيئة. هذا أسبوع الشجرة أسبوع مهم بالنسبة للوطن ككل، وبالنسبة لولاية البراكنة بصفة خاصة. والمطلوب طيلة هذا الأسبوع لأن كل مواطن موجود في هذه القرية يقرص الشجرة، ودور يجبرها مرتين، يجبرها هو ويجبره المواطنين من وراه، ولا يشارك بصفة مباشرة في برنامج للحكومة مهم لمدى السنوات المقبلة إن شاء الله.
وتتميز هذه المنطقة التي احتضنت انطلاقة الأسبوع الوطني للشجرة على مستوى ولاية البراكنة بمساحات زراعية ورعوية، يأمل المواطنون فيها أن تسهم هذه العملية في حماية البيئة ومكافحة التصحر وزحف الرمال في هذه المنطقة والولاية بشكل عام. عبد الودود السيدنا، الموريتانية، من ضواحي بلدية يخشورجيت. أشرف وادي داخل سنوادبو صباح اليوم على إطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة المنظم هذه السنة تحت شعار لكل موريتاني شجرة. ولاية داخلة نواديب وبإشراف من والي الولاية ماحي الحامد انطلقت فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة تحت الشعار لكل موريتاني شجرة. وبهذه المناسبة قام والي الولاية والوفد المرافق بغرس شجرات تأكيدا للعناية الخاصة التي توليها السلطات العمومية للمحافظة على الوسط البيئي لما له من أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين التأقلم مع تغير المناخ. ونحن هنا على مستوى المندوبية الجوية للبيئة على داخل سنوادبو، لا إن شاء الله نعدل عملية التوزيع للشهر مختلف المصالح الجوية على مستوى مدينة سنوادبو وكذلك للساكنة. عندنا 5 نوعيات لا يتم توزيعها إن شاء الله، أشجار معروفة وثبتت رغم عنها ما يصل محلية يغير ثبتت تكيفها مع البيئة الموريتانية. تشارك في هذه الحملة منظمات المجتمع المدني التي تؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع التحديات البيئية. ومن خلال جمعيات البيئة اللي تابعين لنا لا يعدلوا إن شاء الله برنامج عنهم، لا يعدلوا عملية تشجير للمدارس والمرافق العمومية اللي منهم كامل مثلا عنه تابع عملهم باطلة يبدأوهم اليوم إن شاء الله. حاثين المواطنين كاملين على عن كل مواطن تعود عنده ثقافة عنه، كل مواطن تعود قدام داره شجرة. وخلال انطلاق الأسبوع الوطني للشجرة تم غرس 5 أنواع من الأشجار متعددة الأصناف والمزايا للمحافظة على البيئة التي تتطلب جهدا جماعيا. الشيخ الحميدي، الموريتانية، مدينة نواديبو. تميزت الفعاليات المخلدة للأسبوع الوطني للشجرة على مستوى ولاية ترس الزمور بإطلاق برنامج غرس وتوزيع 2000 شجرة من الأنواع النباتية المقاومة للجفاف في مناطق مختلفة من الولاية. والي ترس الزمور محمد المختار والعبدي خلال غرس أول شجرة في ولاية ترس الزمور إذانا بانطلاق الفعاليات المخلدة للأسبوع الوطني للشجرة الذي ينظم هذه السنة تحت شعار لكل موريتاني شجرة. لا شك أنكم تستشعرون أن المسؤولية في حماية البيئة والمحافظة عليها تتضاعف في ولاية ترس الزمور التي تعاني من ندرة التساقطات المطرية وزحف ظاهرة التصحر بشكل مهول، فضلا عن مشاكل التلوث المزمنة والمتجددة وعمليات الضغط المستمرة على بقية الغطاء النباتي والحياة البرية عموما بسبب الانعكاسات السلبية لظاهرة التعدين الأهلي وتجلياتها المختلفة. وتضم الفعاليات المخلدة لهذا الأسبوع غرس حوالي 2000 شجرة في معظم المناطق والمنشآت الحضرية في مقاطعتي زورات وفديرك لتحسيس المواطنين حول أهمية الشجرة في التنمية المستدامة ومكافحة التصحر والتغير المناخي. نرحب بكم في إطار تقليد الأسبوع الوطني للشجرة الذي يخلد هذا العام تحت شعار لكل موريتاني شجرة. وشملت الفعاليات المخلدة لهذا الأسبوع تدشين ساحة للترفيه أمام مباني الولاية ممولة من طرف شركة الأشغال العمومية والنقل والصيانة ATTM المتفرعة عن شركة السنيم وبتنفيذ من مصلحة صيانة الطرق والمباني FAB. سيد أحمد البوكار، سيرة، زورات، الموريتانية. أشرف وادي إنشيري صباح اليوم بمدينة أكجوجت على تخليد الأسبوع الوطني للشجرة، وذلك بإطلاق حملة تشجير داخل ساحة المركز التجاري للشركة الموريتانية للكهرباء بالمدينة. من أجل بيئة مستديمة جاء إشراف والي إنشيري على تخليد الأسبوع الوطني للشجرة، وذلك بإطلاق حملة تشجير داخل ساحة المركز التجاري لشركة الموريتانية للكهرباء. ما هو معلوم من الضرورة فإن التشجير يعني الكثير بالنسبة للبيئة، لأن المحافظة على البيئة هي المحافظة على التنمية،
لأن التنمية تتماشى مع البيئة والبيئة أيضا تتماشى مع التنمية، فالحفاظ على التنمية يجب الحفاظ أيضا على البيئة، بالتالي يجب على الجميع بذل الجهود من أجل المحافظة على البيئة، خاصة هذه الولاية ولاية إنشيري، وخاصة مدينة أكجوجت لها طابع خاص فيما يتعلق بالبيئة، وبالتالي يجب على كل واحد من الساكنة ومن الإدارة ومن المعنيين جميعا بذل الجهود من أجل المحافظة على البيئة. مندوب وزارة البيئة بولاية إنشيري عثمان كوليبالي تحدث عن الدور الذي تقوم به الوزارة في الحفاظ على البيئة من خلال محاربة قطع الأشجار وتشجيع السكان على المحافظة على الشجرة لفوائدها الجمة على الإنسان والحيوان، داعيا سكان مدينة أكجوجت إلى الإقبال على غرس الأشجار والامتناع عن الإضرار بها. عملية غرس الأشجار شارك فيها إلى جانب السلطات الإدارية العمدة المساعد لبلدية أكجوجت ورئيس المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني وعدد من رؤساء وأعضاء الجمعيات العاملة في المدينة. عبد الله يلسلم، الموريتانية، مدينة أكجوجت. إلى ولاية الحوض الشرقي، حيث أشرف الوالي المساعد عبد الرحمن أحمد دادة صباح اليوم رفقة المندوب للبيئة على فعاليات انطلاق الأسبوع الوطني للشجر المنظم هذا العام تحت شعار لكل موريتاني شجرة. ويأتي تخليد الأسبوع الوطني للشجرة في إطار سعي قطاع البيئة إلى الحفاظ عليها، حيث عملت المندوبية الجهوية على تأهيل مشتلة تضم العديد من الأشجار التي سيتم توزيعها على مختلف المناطق سعي إلى استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التلوث. وتم خلال هذا النشاط توزيع عينات من الأشجار على بعض المواطنين من أجل الإسهام في حملة التشجير الوطنية سبيلا إلى خلق فضاء بيئي وصحي. وقد أكد المندوب الجهوي للبيئة أن القطاع يسعى إلى مكافحة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، إضافة إلى العديد من التحديات الأخرى. اليوم العالمي للشجرة والأسبوع الوطني للشجرة اللي دأب القطاع على أنه يعدل سنويا الأسبوع الأول من رشد، والهدف منه هو القيام بعملية تحسيس واسعة خلال هذا الأسبوع حول دور وأهمية شجرة في حياة الإنسان، وحث المواطنين على أنهم يقوموا بعملية التشجير. دور الشجرة في حياة الإنسان كثير ومتعدد، نذكر منه على سبيل المثال للحصر، لأن الشجرة هي تعطي الأكسجين اللي مهم في حياة الإنسان. الشجرة هي تمتص ثاني أكسيد الكربون والمواد الكربونية المضرة بطبقة الأوزون المسببة للاحتباس الحراري واللي مشكل ذلك قالوا التغيرات المناخية. انطلقت اليوم من مدينة أوشفت فعاليات تخليد الأسبوع الوطني للشجر المنظم من طرف قطاع البيئة على مستوى ولاية أدرار تحت شعار لكل موريتاني شجرة. مدينة أوشفت تحتضن انطلاق فعاليات تخليد الأسبوع الوطني للشجرة المنظم من طرف قطاع البيئة والتنمية المستدامة بدعم مشروعي وسائل التكيف مع التغير المناخي من أجل عيش ملائم. وفي هذا السياق أشرف الوالي المساعد لولاية أدرار سيداتي أولي القطب رفقة السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين على غرس بعض الأشجار داخل مشروع مكافحة زحف الرمال بالمدينة، إضافة إلى توزيع الأشجار على الروابط والتعاونيات الزراعية بالمقاطعة. كما تفقدت السلطات الجهوية المشتلة الرئيسية بمشروع مكافحة الرمال الزاحفة الذي يبلغ 10 هكتارات. يشكل الاحتفال باليوم الوطني للشجرة مواكبة لدعم المنظومة البيئية في بلادنا التي تسعى الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني لتحقيقها ضمن أحد أهم الاهتمامات من خلال وزارة البيئة والتنمية المستدامة. بدوره المندوب الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة استعرض أهمية هذه التظاهرة السنوية التي تجسد أهمية اهتمام الشجرة والحد من التغيرات المناخية. سيتم توزيع 6000 زايدة من أصناف متعددة من الأشجار على السكان وعلى المقاطعات الأخرى إن شاء الله. من جانبه العمدة المساعد بلدية أوشفت محمد والمسيكة أكد أهمية احتضان مدينة أوشفت لهذا التخليد الذي يكرس ضرورة نشر الثقافة البيئية داخل أوساط الساكنة.
وتبلغ الكمية الموزعة من الأشجار على مستوى ولاية أدرا 6500 شجيرة ضمن جهود قطاع البيئة والتنمية المستدامة الهادفة إلى الاهتمام بالشجرة والحد من الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية. الفاغة والشيباني، قناة الموريتانية، مدينة أوجفت. افتتحت اليوم بمدينة سيدي بابي فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة المنظمة من طرف وزارة البيئة في إطار جهودها في حماية البيئة والغطاء النباتي. فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة التي تنظم من طرف وزارة البيئة ضمن مقاربة الغطاء الهادفة إلى حماية الوسط الطبيعي والتوازن البيئي تنظم تحت إشراف السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين بهدف لفت الانتباه إلى أهمية التشجير وحماية الوسط الطبيعي. في ولاية قديماغة فقد قامت المفتشيات المقاطعية هذا العام بإنشاء مشتلات تهتم من خلالها بأنواع الأشجار النادرة والآئلة للإنقراض مساهمة منها بالحفاظ على خصوصية المنطقة. المشاركون في أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة على مستوى ولاية قديماغة تحدثوا عن ضرورة مواكبة جهود الدولة الهادفة إلى حماية البيئة ومكافحة آثار التصحر والجفاف. وينبغي لنا جميعا أن نحرص على النباتات وأن نعلم أن هذه النباتات لصيقة بحياة البشر، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى نبه عليها في القرآن الكريم وحض عليها. وعلى مدى هذا الأسبوع ستعمل المندوبية الجهوية لوزارة البيئة على مستوى الولاية على توزيع آلاف الشجيرات ضمن سياسة القطاع في مجال البستنة والتشجير. شوقي محمد فال، لقناة الموريتانية، مدينة سيدي بابي. أشرف مدير ديوان والي قديماغة زوال اليوم بمدينة سيدي بابي على توزيع مبالغ نقدية لصالح التعاونيات النسوية الزراعية والتجارية ضمن برامج مفوضية الأمن الغذائي الهادفة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل. ويشمل هذا التدخل توزيع مبالغ نقدية وكميات من الغاز المنزلي والآليات الزراعية دعما للفئات المستهدفة من هذه البرامج الاجتماعية. المندوب الجهوي لمفوضية الأمن الغذائي بولاية قديماغة تحدث عن أهمية هذه التوزيعات والبرامج المدرة للدخل. هنا في إطار تقسيم بعض التمويلات الهامة في إطار برنامج مفوضية الأمن الغذائي الخاص بالأنشطة المدرة للدخل لسنة 2024. في هذا الإطار تم تمويل بعض المشاريع المهمة الأساسية في هذا النطاق، منها ما يتعلق بتمويلات تجارية خاصة ببيع الغاز لمحاربة للمحافظة على البيئة، لمحاربة قطع الأشجار والفحم. وفي نفس الإطار هناك بعض التمويلات الأخرى الخاصة بورشات الخياطة الخاصة بالتعاونيات النسوية العاملة في المجال، وكذلك هناك ورشات خاصة بالشباب وبالرجال خاصة بورشات اللبن، أي صناعة اللبن. نهاية نشرة الولايات. تذكير بالعناوين: فعاليات مختلفة في عموم التراب الوطني تخليدا للأسبوع الوطني للشجرة. مفوضية الأمن الغذائي توزع مبالغ نقدية على عدد من التعاونيات النسوية في ولاية قديماغة. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.